فكره عندنا تهنئه لازم نتوجه بيها لكابتن محمود الخطيب، ولازم نقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده، وربنا يوفقك في كل خطواتك وفي كل احلامك اللي بتحلمها لجماهير النادي الاهلي، ويمن عليك بالشفاء وبالعافيه دايما. احنا بنتكلم على ايقونه في الرياضه، وايقونه للاخلاق، وايقونه للتاريخ المشرف كما ينبغي ان يكون. يعني طبعا كل سنة وكابتن خطيب بخير، كل سنة والعطاء مستمر سواء في الملاعب طبعا عن طريق لاعب من أفضل كمان اللاعبين المصريين، مش هقول بس الأهلوية، لا اللاعبين في مصر حقيقي. كان فترة من كنا احنا وقتها يعني صغيرين جدا، وفي منا ما كانش اتولد، بس فكرة ان انت تسمع عن لاعب اسمه محمود الخطيب وغيره طبعا او امثاله من اللاعبين اللي لهم قيمة كبيرة جدا، وبعد كده تشوف هذا الرجل برضو ان العطاء، وقلنا عطاء النادي الاهلي او عطاء الكوادر الموجوده في النادي الاهلي لا ينتهي سواء في الملاعب او بعد كده، وده اللي حاصل فعلا. وميزه كابتن محمود الخطيب يا كريم، بغض النظر طبعا يعني رئيس النادي الاهلي وغيره، انا بتكلم على شخصه، هذا الرجل الناس بتعشقه في جميع انحاء الدول العربيه تقريبا. يعني انا بكلم حضراتكم بجد، احنا لما بنسافر حته وبيعرفوا احنا مثلا مذيعين في قناه النادي الاهلي، او حد بيتعرف علينا، او حتى بيعرفوا ان احنا مصريين، صدقوني ده دايما بيتقال، النادي الاهلي بيتم ذكره وكابتن محمود الخطيب. انا بقول لحضراتكم وممكن احلف عادي، يعني حقيقه ده بيحصل. فغير ان اي زياره من اي وفد مثلا عربي او غيره، حتى الانديه المنافسه لما بتيجي عندك بتيجي وبتحب تتصور مع كابتن محمود وتزور النادي الاهلي ودولاب البطولات، وعرضنا ده اكتر من مره عشان بس ما يبقاش كلام طالعين بنبالغ او بنشكر في نفسنا، الكلام ده على الارض على ارض الواقع زعناه. فهي شخصيه وان كانت ناجحه جدا في المجال بتاعها، لكن على المستوى الانساني كمان شخصيه محترمه جدا ومحبوبه جدا. وفكره ان انت تبقى كمان الجماهير المنافسه بتاعتك وحتى جماهير النادي المنافس الاول ليك رياضيا طبعا بيحبوا منهم كتير كابتن محمود الخطيب، لا دي ما بتحصلش. يعني قول لي فين حصل قبل كده في مصر، هتكلم في مصر بلاش نروح عالميا، حد جه قال لك انا بنتمي للنادي الفلاني بس بحب جدا فلان، لا، وان كان ما بيحبوش بيحترموا. وهنا الشخصية هي اللي بتفرض ده، الشخصية المحترمة هي اللي بتفرض ده. على فكرة مش لازم تحبني بس لازم هتحترمني، هي دي النقطة، وده متوفر عند كابتن محمود الخطيب والاتنين بصراحة الصفتين. فمزيد من النجاح، وربنا طبعا يشفيك الفترة الأخيرة. كنا قلنا لحضراتكم كان في يعني بعض المشاكل الصحية عند كابتن خطيب، لكن الحمد لله بيتعافى والحمد لله الدنيا بتظبط، وإن شاء الله كمان يكون أفضل في الفترة اللي جاية من اللي فاتت. لكن هنرجع نقول تاني، إحنا فخورين برئيس النادي الأهلي، وأنا بقولها من قلبي، ومعروف عني إن أنا لا بطلع أجامل ولا بطلع أقول حاجة أنا مش حاسه بيها، لا في حياتي العاديه ولا على الشاشه. فخورين بهذا الرجل، هذا الكادر المحترم، ان هو رئيس النادي الاهلي. فمزيد من التالق والنجاحات كابتن خطيب. ولو انت تشوف اصلا كم التهاني اللي موجود طبعًا على السوشيال ميديا طبعًا كلها، انا شفت على تويتر تحديدا يعني، لا فده اكيد بيعبر عن او بيعكس اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. احنا الحقيقه لو فتحنا في الكلام عن كابتن محمود الخطيب يعني اخلاقيا ورياضيا وكينونته كايقونه فعلا لناس كتير، اكيد محتاجين على الاقل الحلقه من بابها، لكن احنا بنكتفي بس بالتهنئه، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، وربنا ان شاء الله يمن عليك بالشفاء العاجل باذن الرحمن.